مباراة كيما شفتو صعيبة بزاف، مي كانت الشوط الأول كانت لينا، مي كنا قادرين نماركيو أكثر من دو بيت، كنا قادرين نماركيو 3 ولا 4 بيت، راطينا لي زوكازيون. وفريق بوسعادة ما عنده ما يخسر، يجي يلعب على الاكسيريور يمد كاع واش عنده، وحنا لا بريسيون كانت علينا تلعب في ستادك ومع جمهور كيما هذايا. تسمى كانت مباراة صعيبة بزاف، والحمد لله يا ربي مدينا الماكسيموم وربي ما خيبناش الحمد لله يا رب. اليوم شاهدنا طريقة لعب مغايرة مقارنة على ما كانت عليه مع حاج منصور، واش تنتم هي هذه هي كل واحد اونترينر عنده لا فيلوزوفي تاعو في اللعب. كاين كيما الحاج منصور يعتمد على الكتله، والحمد لله كانت كاين ريزلت مع حاج منصور، وهذا اونترينر جديد هذا يحوس على لي بتيت باس، يحوس على فون جو، يحوس يلعب جو شباب. وحول الاصابه التي تلقيتها تطمئن الانصار؟ الحمد لله يا رب اصابه خفيفه في الجونو تاعي، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نكون واجد ان شاء الله. نجمو نشوفو امين ان شاء الله في المقابله تاع جمعيه الخروج ان شاء الله يا ربي باذن الله نكون ندير الماكسيموم باش نوجد ان شاء الله مباراه قادمه ان شاء الله. يعطيك الصحه. في المركز الثاني نقدر نقول الان الفريق يلعب الصوره. هي احنا هي لاكسيسيون هذه ما كناش دايرينها اوبجيكتيف، كنا احنا نحبوا نلعبوا الباقه، مي الحمد لله يا ربي ليكيب مشات، وان شاء الله احنا لاكسيسيون هذه المباريات تاع لاكوب ولا شامبيونو نلعبوهم ماتش بار ماتش، ثم كل ماتش نلعبوه شغل فينال كوب دالجيري، وان شاء الله اللي فيها خير ربي يجيبها، احنا ماذا بينا نطلعوا ونحققوا الصعود ونفرحوا الشعب هذا ان شاء الله. يعطيك الصحه.